الخير ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد. سؤالنا لليوم عن شيء تراثي يعتبر مظهر من مظاهر شهر رمضان في مصر وبلاد الشام، ويعتبر من الفنون الشعبية، وارتبط هذا الشيء في شهر رمضان وتحول تالي إلى قطعة جميلة اعتبرت جزء لا يتجزأ من الديكور العربي في الكثير من البيوت. انتقل هذا الشيء من مصر إلى أغلب الدول العربية وأصبح جزء من تقاليد شهر رمضان. أكيد عرفتوا الجواب، راح أعطيكم ثلاث خيارات: الفانوس أو اللمبة أو الشمعة. للمشاركة في مسابقة فوانيس رمضان عبر الرسائل القصيرة، أرسل حرف فاء أو إف على الأرقام التالية. ادخل السحب على جائزة يومية $300.